مستعجلين على ايه؟ يا ما بكره كلنا هنشقى ونتعب، ما تستعجلوش. انت اشتغلت معدده يا ابني انت. احنا في موقف خطر. ما تتكلم، تقول قول اي حاجه. نعم. انت مديني فرصه اتكلم؟ قول. ايه يا كمان؟ بابا خرج ولا لسه؟ تعالى يا عاطف. ايه ساعات بس نتدفي تليفون ولا حاجه؟ انا بلحق اكلمها لحسن، ده هتخش الحمام. اقعد يا ابني. كل ما تخش الحمام يا عم. اقعد، خلينا نخلص من التعليق المنيله اللي فندم على الاهانه دي. انت حصلت بقى وتخلصنا ولا عيد جنبها لك ماما؟ لا ماما خد بالك. ماما لا، مش حد يجيب سيره لماما خالص. الموضوع ده يخصنا احنا الاربعه بس. هو عارف يجيب سيره لماما خالص. يا جماعه يؤسفني. يؤسفني؟ انت هتخطب؟ بقول لك الشباب البايظ متنيل واقف قدام السيما تقول لي اسحبني؟ هتخطب؟ انا مش عايز اخطب. يخرب بيتك. خلاص يا درويش. يا شيطان. خلاص يا درويش. انا كم كلام عيب. انت خلص على الناس يا درويش. ما اعرفش اتكلم كلمه في البيت. والله اوعى تجي لي، انا مش فيك وانا بعيد عنك اهو، انا ماليش دعوه بيك. الموضوع ما يتقالش في غير كلمتين، احنا هنضيع يا ولاد. هنضيع؟ وجبت ايه من عندك؟ ما احنا ضايعين وصايعين من ساعة ما ربنا حكم علينا نبقى من عيلتكم كحيانة دي. سلطان انا مش بهزر، كلها كام يوم والبيت ده هيتطربق فوق دماغنا. هيدوهم، انا كنت عارف مين اللي هيهده يا كمان. بابا يا جماعة. ايه؟ ضرب تفليسة ولا عمل ايه؟ فلس. فلس. احسن. يدور بقى على حد يديله مصروفه. ماله بابا يا كمان؟ مش عارف اقول لكم ايه. انتوا صعبانين عليا قوي. انت يا سحر صعبان عليا، انما ما تخافيش، انت بنت في الصينة. انت كمان. انت كمان ازاي؟ انت كمان. ايوه انت كمان. ايه؟ صعبان عليا. انا صعبان عليك؟ حقيقي يا سلطان صعبان عليا. طيب يا اخي هات الربع جنيه خليني امشي انا واشتغل عيش. انت مش بتاخد مصروف زيي؟ ما تقاطع المصروف. كل يوم تاخد مني انا؟ شاور لي على اي حد واخد منه. انت مش صعبان عليا ولا انت صعبان عليا ولا بيبك ولا حد ولا اي حاجه صعبان عليا. تعالى حبيبي يا عاطف. ايه؟ انت اللي قلبي بيتقطع عليك. ليه هيقطعوا ليه؟ ايه اللي حصل طيب؟ كلنا ممكن ندبر امورنا. لكن انت يا مسكين هتعمل ايه دلوقتي؟ يا عم انت هتمسكني ليه بقى يا صلاح؟ انا مستقبلي مضمون، هتجوز سعاد حسني واعيش على قفاه، فيهاش حاجه. اسمع يا انت ابو نضاره اطبش انت. انا ما عنديش وقت اضيع ميعاد البيت عشان اسمع التخريب بتاعك ده. انت عايز ايه بالظبط؟ تسمعوني؟ اتفضل. من شويه بابا وهو خارج غلط وراح واخد شنطته. خد شنطتي يا ابني ولا راسي خالص. جامعة ايه اللي انتوا عايزين تروحوها بشنط دي؟ سيبوني اكمل كلامي. جولة. درجة يا دكتور. درويش انا معايا ولاية يا درويش. ايه ده سلطان مش كده؟ احنا ما بقاش بيت، ده بقى اتوبيس يا درويش. ولاية انت قاعدة بتعد في الزبالة دي. ما اعرفش اتكلم كلمة في البيت ده. ايه حرم نفسك الدلع. طبعا. من حليل من بالصدفة بالصدفة اكتشفت في شنطة ابوكو الجواب ده. جواب لمين؟ جواب لبابا. انهار اسود، هما ياخدوك جيش تاني. عاطف يا حبيبي 52 سنة ابوك هياخدوه على الجيش. 52 سنة ايه؟ هما بيعتقوا. ما هو اجري يا عم. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا عبقري. عزيز اقرا الجواب. ايه؟ اقرا الجواب. اقراه؟ اقراه. هو بالعربي؟ بالعربي. انا ثقافتي المانيه. ثقافتك ايه؟ المانيه. المانيه؟ يس. جيف مي همبرجر. مي همبرجر ده الماني؟ المانيا الشرقيه. اصلها هتفرق بين المانيا الشرقيه والمانيا القمح اظن. هي اخر مترو مصر الجديده صح ولا ايه اللي جاب مترو مصر؟ كان بالالف مسكن. هي الجزء الجنوبي. خلاص اسكت، وفر ثقافتك دي. وفر ثقافتك واقرا الجواب وسمع اخواتك. ده لابوك؟ لابوك. ايه الحق والدك في خطر يا ابني؟ اقرا حبيبي، هو انت لسه قريض؟ اقرا اسمعوا. اقرا. من زمان الواحد ما قراش جوابات، بس تختلف جوابات زمان عن دلوقتي خالص، من حيث الشكل والنوع والتطبيق وخاصة ايه؟ برافو. تعرف كده احسن؟ طبعا احسن. لا برافو، مع اني كان ممكن اقراه كده. تقراه كده ازاي؟ كنت انا هتلوح كده. طب اسمع، بس كانت رقبتي هتوجعني قوي. ايه؟ الله الله الله.
ايها واسمهم ايه عشان نسيت انا؟ الشعب. ايها الشعب، ايها الشعب لقد قمنا بال اسمها اللي احنا قمنا بيها الثورة. لقد قمنا بالثورة من اجلكم وفي سبيلكم، ولم نتعاهد مع مكاتبين ولا كده. ما فيش غير مننين. ما لم هناك يقولوا، ولكن هيها تحضرن تفتت وان الاجل بريليه التسعير وثوره والشعب والجميله عريضه. بريليه التسعير، التسعيه من التوسع، والامبريليه من الأنبرة. ولكننا بالمرصاد لقد الثوره والشعب والجميله عريضه. بريليه التسعير، التسعيه من التوسع، والامبريليه من الأنبرة. هناك بعض الاشخاص يشمبروا لنا، نحن لن نقبل اي شمبره باي حال من الاحوال. من يشمبر لنا نشمبر له. نحن ساتذا الشمبره من قديم الزمان، ولكننا بالمرصاد نبدا ثوره الشعب نميل عريضه. بريليه تسعيه، تسعيه من التوسع، والبريليه من الانبره. الشعب لابد ان يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنه. من يريد ان يعيش سعيدا فليموت، ولكننا بالمرصاد لقد الثوره والشعب والجميل عريضه. بريليه تسعيه، تسعيه من التوسع، والبريليه من الانبار. لماذا قمنا بالثوره؟ انا لا اعلم لماذا قمنا بالثوره، انا كنت في الحمام ساعتها. ولكننا بالمرصاد لقد الثوره والشعب والجميل عريضه. بريليه تسعيه، تسعيه من التوسع، والبريليه من الانبار. والسلام عليكم ورحمة الله. شايف حب الشعب يا رستم؟ شعب ايه فخامة الرئيس؟ شعب اللي جاي عشان احتفالات اعياد الثورة. بس اعياد الثورة مش النهاردة يا فندم. والله أمال مصحين لي بدري ليه؟ مش النهاردة الأربعاء؟ الأربعاء سيوم كام؟ مش النهاردة أربعة زمزوم؟ الثورة ما كانتش في زمزوم فخامتك. ما كانت في زعزوع. لو زعزوع يا فندم. لما النهاردة مش عيد الثورة، الناس دي جاية من دلوقتي ليه؟ ده تسيب. تسيب وعدم انضباط. ناس بقى صيحة، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. بس يا فندم. مفيش بس. نزل الجيش فورا وحاصر كل اللي موجودين. واعزل الرجالة عن الستات. الرجالة يحاكموا حكم عادلة ويعدموا. والستات يا فندم. ابعتهم لا اتصرف أنا معاهم. بس لو سمحت لي فخامتك، دي مش الجماهير اللي فخامتك تقصدها. امال مين دول؟ دول جايين لحاجه تانيه خالص يا فندم. حاجه تانيه ايه؟ دول جايين لعادل امام الممثل. اعدموه. ولما النهارده مش هدي الثوره سابني اخطف الناس ليه؟ انا لا وقت وصحتي، انا طول الليل شغال. طول الليل شغال لما نفسي اتقطع، وده من اجل تدعيم ثورتنا مع شعوب العالم. فخامتك قد المسؤوليات دي واكتر. وهي دي مسؤوليات بعقلي يا رستم وشرفك عندي، وانت طبعا عارف ان شرفك عندي ما يسواش 3 مليم. انا لو عارف ان تدعيم الثوره صعب ومشاكله كتيره كده، انا ما كنتش عملت الثوره من اساس. هذا قدر الزعماء العظماء. وما تنساش ان فخامتك حامي حمى البلاد. من غيرك ما كانش الشعب عرف معنى الحريه والديمقراطيه ولا عزتي والكرامه. هي دي المسؤوليه القوميه اللي اتعلمناها على دين فخامتك يا فخامتك. ايوه بس انا كده ما بنامش من اعباء المسؤوليه، انا طول الليل في مباحثات من اجل تدعيم ثورتنا مع شعوب اوروبا وافريقيا. انت طبعا سمعت انهم بره مقسمين العالم على كيفهم، يقول لك عالم اول وعالم ثالث والحاجات اللي بيقولوا عليها دي. ها تقسيم بارك. وللاسف مفيش اي زعيم قدر يتصدى لهذا الموقف المهين، كلهم واقف يتفرجوا على هذه التفرقه السخيفه. يعني انا بس الواحد وبعون الله قدرت امبارح اثبت ان مفيش لا عالم اول ولا ثالث. بس ده ما فيهوش ضرر على صحه فخامتك. ما هو مش معقول كمان يا رستم ندي جهدنا كله للخارج وننسى الشعب. تمام. لازم شويه كده وشويه كده. واديك شايف اللي حصل للرئيس بوش، اهتم بالسياسه الخارجيه ونسي الداخليه، فاعوز زومبا. مع العلم عندهم شويه سياسه داخليه في امريكا، سياسه كده ها مادونيه. يا فندم اللي حصل للرئيس بوش سببه ان نظام الانتخابات عندهم في امريكا كله غلط في غلط. ايوه والله يا رستم عندك حق، يا ريته كان استشارني وانا كنت بعت له كام خبير من عندي قعدوه في الحكم لغايه ما اعتزل الدنيا كلها. كمان يا فندم. ايوه والله. ايوه. مين دول؟ دول الوزراء فخامتك. وزراء؟ واحنا عندنا وزراء؟
ايوه يا فندم، الوزراء بتوع فخامتك اللي طلبت الاجتماع بيهم عشان عرض الاتفاقيه ومناقشه مشاكل وزارته. مشاكل؟ انا ما عنديش مشاكل، بلاش زي الفل، انا مش عايز قلب دماغ. ده من عشرنا بكرم فخامتك يا فخامتك، ومطلب ورجاء من شعبك اللي بيحبك ويترجى عطفك. ده وزير معانا. ايوه معانا. الله، مش ده بيحلق لي الصبح؟ ايوه. ده معانا في الحزب. معانا يا فندم. كذب كذب. انت وزير ايه؟ وزير التموين يا فخامتك. التموين دي بتاعت ايه؟ التموين. وزير البتنجان والخيار وال طب خير ايه المشاكل اللي عندكم؟ بنعاني يا فخامتك من ناقص جديد في السلعه التموينيه. المخزون ما يكفيش البلد غير يومين اثنين بس، الناقص يا ريت تستورده بسرعه. ما انتوا بهايم. انتوا بهايم. انت لو فكرت في حل عملي بدل ما تقعد تندب زي النسوان ما كانش هيبقى في مشكله من اساسه. حل زي ايه يا فندم؟ حمله توعيه كبيره في جميع وسائل الاعلام الغرض منها تعريف الشعب اضرار الاكل. يكفي انك انت تقول ان الشاي والسكر والفراخ واللحمه وكل الحاجات دي بيسببوا ضعف الجنس عند الرجال، ساعتها كل واحد يقول لك يغوري الاكل، ابقى بكرامتي قدام مرافي. طب والستات يا فندم؟ هبقى اكلهم انا ما عرفت يا روسي. فكره عظيمه يا فخامتك. رائع يا فخامتك. نظريه اقتصاديه هايله يا فخامه الرئيس، دي لازم تعمم في جميع انحاء العالم. في حد بيتكلم هنا؟ ايوه في. مين؟ ده ده اللي بيتكلم. ايوه هو. مش في نعجه استنسخوا منها اتنين؟ التانيه راحت فين؟ مش عايزين يستنسخوا حمير؟ لا لسه. وعد في الميه على كل ازاز الكازوزه، استناني بره عشان تحاكم محاكمه عادله وتعدم. يعدم على الخازوق. حاضر. ايوه حبيبي، انت وزير ايه؟ وزير النقل والمواصلات. عارفه ده كويس. مش ده اللي كان بتاع مراجيح زمان؟ تمام. معانا في الحزب. معانا في كادر. كادر. ايه المشاكل اللي عندك؟ المبالغ المخصصه لتجديد شبكه المواصلات مش كفايه. وفخامتك عارف المواصلات شيء مهم جدا لراحه الشعب. انهي الشعب؟ شعب فخامتك. انت مالك انت ومال الشعب؟ انت مش عندك عربيه بتوديك وتجيبك؟ ايوه فخامتك. ومراتك اللي كانت بتشتغل رقاصه مش عندها عربيه بتوديها وتجيبها رخرة؟ ايوه فخامتك. طب ما انت كويس، صدقني ما حدش جاب الهم والغم للشعب غيرك انت وامثالك من الوزراء يا بهايم. طول النهار قاعدين على مكاتبكم تربوا في كروش يا بهايم. والحل يا فخامتك؟ حل بسيط، في الناس لما تمشي ساعه ولا اتنين وهم رايحين شغلهم، والمشي معروف ان رياضه، هيروحوا شغلهم عندهم نشاط، هيشتغلوا وهم مروحين برضه يمشوا ساعه ولا اتنين، هيروحوا بيتهم مهدود حيلهم، هيناموا بدل ما يشتغلوا مع ستاتهم وخلفوا لنا عيال وصرفوا يا حكومه. صح؟ صح. لما صح وجع دماغي ليه؟ سلامة دماغك. مين سلامة دماغك ده؟ سلامة دماغ فخامتك يا فخامة الرئيس. في حد عندنا اسمه سلامة دماغ فخامتك هنا؟ أنا لا أعتقد هذا. البقف ده وزير معانا آخر. وزير يا فندم. وزير إيه؟ وزير الإعلام يا فخامة الرئيس. إعلام. امبارح انا شفت نشرة الاخبار فيها 15 خبر، ما فيهاش غير 16 خبر عني انا بس. نزودهم يا فخامتك. وفين الاناشيد الحماسية الثورية؟ انا مش عايز اناشيد للشخصي لو سمح الله، انا عايز اناشيد للمسيرة وللكفاح والجماهير العريضة. معاك ورقة وقلم؟ معايا يا فخامتك. طلع ورقة وقلم. تعرف يا رستم انا كلامي يقول ادبية زمان كنت بقول شعر وحاجات زي كده. دي حاجة معروفة. همليك الغنية دي عشان تزرعوها في التلفزيون عندكم، اكتب. يضربوا. كل ده عشان قلت لهم بوليس. امال لو كنت قلت مطافي كان عملوا فيا ايه؟ انت مستريح كده حضرتك؟ مبسوط؟ احنا عاوزين نتكلم مع بعض شويه. لا اتكلموا انتوا مع بعض، انا مش هتكلم، انا مخصمكم بصراحه. هتتكلم وازعل. كل واحد مكانه. يلا انتشروا انتشروا. وانت مش هتنتشروا. هيفضل واخد مقاس الطربوش بتاعي. في ابي انا كل حاجه عندي مظبوطه، ايجار الشقه ودفعته، تطعيم ضد الكراره والطعام، فاتوره التليفون ودفعتها، مع العلم ما عنديش تليفون، خفت لا يشيلوا العده اخويا، واقعد في البيت من غير عده تبقى مصيبه. عظيم قوي كل اللي بتقوله ده، تمام، بس في جريمه حصلت. جريمة؟ ايوه جريمة. جريمة ايه يا محترم؟ جريمة قتل. يا سلام. جايين هنا عشان جريمة قتل؟ ايوه. قتل قتل ولا لعب عيال لا مؤاخذة؟ قتل قتل طبعا. قتل قتل طبعا، صحيح الكلام. انا عايزك انت اللي تقول في قتل حصل. ايوه في قتل حصل. في قتل حصل، اوعى شوية بقى لو سمحت. شكرا يا اخويا. ربنا. ايه ده؟ ايه ده؟ فوقوه. حطوه. يلا اصحى معايا خينا، خليك معايا هنا. هتفوق ولا لا بقى؟ لا لا يا حسين مش كده، قلت لك. مين؟ ماما. انا فين؟ اصحى يا انت، بلاش الحركات دي. سيادتك قلت جريمة قتل من شوية. ايوه في الشقة اللي تحتك. في الشقة اللي تحتية؟ ايوه. مدام عنايات؟ ايوه. انت
يا عم اوعى بلاش كلام فارغ. ايه ده؟ وبعدين في لعب العيال اللي بيعملوا ده؟ انتوا واقفين تتفرجوا انتوا ولا ايه؟ اهو هاتوا يلا. اصحى معايا كده خليك معايا هنا. هاتفو ولا لا ده الله. قلت لك بلاش عمر. انا فين؟ في بيتكم. وحضراتكم عايزين مني ايه؟ انا ما انا عايزني من النيابه. انت بتدي الشعب. من النيابه؟ ايوه. ليه؟ من النيابه لا. الوقت حالا تعرف كل حاجه. لسه داخلين قبل حضرتك ما تشرب بشويه. كملوا تفتيش. يفتشوا عليه. بس بلاش غلبة. وحياتك شعر ودقن لو سمحت. عشان انا هبقى اطغي. قولي. نعم. انت ساكن هنا لوحدك؟ ايوه بيساكن هنا لوحدي. اصل مرحومه امي ماتت من زمان وانا صغير. تخيل حضرتك مش فاكر شكلها ايه. وابويا رخر مات وخالتي ماتت وعمتي ماتت. سيب الخيار. خيار ايه؟ اقعد كمل. وعبد الفتاح مات. مين عبد الفتاح؟ انا عارف ضروري واحد اسمع عبد الفتاح مات والنبي الفتح على روحهم جميعا. ربنا يخليكم. بتفتشوا على ايه؟ ها اوعى حد يضرب. اوعى حد يضرب. ليش ايه؟ انا مش عارف بنفتش على ايه. انا ما اعرفش ليه. انت حالا تعرف كل حاجه. ايه ده اللي متعلق هناك فيه؟ ايوه حد قرب لي. ارنب. واحد صاحبي رسمهولي زمان وانا صغير. بابا الله يرحمه كان دايما يقول ان في شبه بيني وبين الارنب ده. صحيح الحكايه دي يا بنت؟ ما انا سفرود بتاع ال. وده ايه ده؟ تسرير. ايه اللي على البنطلون ده؟ هاتوه هاتوه يلا. هاتوه هنا تحت النجفه وريني. ده دم. نعم دم. دم دم بني ادمين. ايوه على البنطلون بتاعي. ايوه ورينا سكرنه كده لو سمحت. اه ده دم صحيح. اوعى شويه لورا. ايه ده؟ وانت دماغك كده شغل. يا جدع انت اصحى بقى وخلصني بقى. اصحى. اهلا وسهلا. مساء الخير. نزلوه. انا مستريح كده. انزل. منين الدم ده بيه؟ ليه يا شيخ؟ ما مش عارف منين. ورحمه امي ما اعرف. طب معناه اللي اتقتلت. اتقتلت ليه؟ احنا اللي بنسالك اتقتلت ليه؟ انا ما اعرفش يا بي. انا لو اعرف اقول على طول. سرحان عبد البصير. نعم. اقلع البنطلون. لا لا انت الاول. سرحان عبد البصير. بقول لك اقلع البنطلون. لا يا سيدي عايزين نقلع. نقلع كلنا بقى. لما انا الواحد انا اتكسف اقلع لوحدي قدام. اتكسف؟ ايوه بتكسف. قلعوه بقى ده. بس يا بغلي سيب ال. بس يا سيد انت ما صدقت يا سيد. انا هقلع في الحمام. طيب طيب سيبوه سيبوه سيبوه. اتفضل ادخل معايا يا حسين. حاضر يا فندم. يا بي بلاش حسين يخش معايا. لا يا اخويا بلاش حسين. لا سيبه يا حسين. اه سيبه انت حسين. بس اعمل حسابك. نعم. اي حركه البيت كله محاصر. محاصر؟ انتوا هتحاربوا خلاص. انت خلصني بقى. طب حاضر ما تخشش معايا يا حسين اخويا. انا كسف حسين اقلع. وفي حد حسين يبقى موجود معايا وانا حسين. وانت اخبارك يا حسين دلوقتي يعني. خلصني. اما انسان غريب قوي. حتى بيته كمان غريب زيه. كل الصور اللي فيه ارانب. الكتب ارانب. المجلات ارانب. هو كمان شكله زي الارانب. اظن حضرتك تأكدت دلوقتي ان هو القاتل يا فندم. ضايع حسين لغايه دلوقتي مش قادر احدد سلوكه. يا فندم ده عامل زي القاتل بالظبط يا فندم. ما هو ده اللي مشككني فيه اكتر. يجوز يكون مجرم حويط وانا مش واخد بالي. حسين الحق اشوفه لحسين يكون هرب تبقى مصيبه. يلا اصرخ عليه. سرحان. سلم نفسك يا سرحان. البيت كله محاصر. ما تحاولش الهرب. اي حركه هضرب بالنار. اطلع يا سرحان وارفع ايديك لفوق. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزينك في كلمتين. هاتوا يلا. هاتوا يلا. خد البنطلون ده منه. مش حسين؟ يا فندم افتح المحضر لغايه ما انزل لخبير الادله الجنائيه واجي لك على طول. حاضر يا فندم. تعالى معايا البنطلون ده. شوف الخبير بص بتاع. اديني قلم. اديني قلم. قلم اهو. قلم كوبي يا اخي. ده محضر رسمي. الله يا اخي. قلم كوبي يا اخي. قلم كوبي. قلم كوبي. طب ابريه يا اخي. ابريه يلا. الله ما تبريه يا اخي. هتموتوني عشان تبروا قلم؟ مدفع. صلى على النبي. صلى على النبي. بس يا سيد ده انت دبحته كفايه. قام اهو. جاهز يا حسين؟ تمام يا فندم. كنت فين من ساعتين؟ بقول لك كنت فين من ساعتين؟ كنت مع سيادتك يا فندم. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مالك
انت وانا بسالك انت. انت تقعد تشوف شغلك وتكتبه بس. اقعد. شيء عجيب والله. انت كنت فين من ساعتين؟ انت بقى بقول لك كنت فين من ايه ده؟ اللي بيلعب جوه ده؟ موته! موته اللي جوه ده خالص! حسن! حسن عبد المصير! مربي خنازير في صدره يا سعادة البيت! سرحان عبد البصير رد عليا! كنت فين من ساعتين؟ يعني من الساعة 6 للساعة 8؟ اللي فيه النون! ايه؟ في النبل النون! بتقول ايه؟ في النبل النون! اخف علي شوية عشان افهم! في التلفزيون! التلفزيون! كويس! وقبل التلفزيون؟ الناحي ناحينات! ايه؟ الناحي ناحينات! يا ابني بتقول ايه؟ في الناحي ناحينات! يا بقى اخف! في جنينة الحيوانات! في جنينة الحيوانات! كويس! من امتى؟ نياحة يا حياة! يا ابني فسر! نياحة يا حياة! يا بقى اخف! حوالي الساعة 4! حوالي الساعة 4. يعني يا سرحان من الساعة 4 لغاية الساعة 5:30. الناحي ناحينات. والناحي ناحينات. نحنيحة به به بهبو. ايه؟ نحنيحة به به بهبو. يا بهاء خف. بتقول ايه؟ لا بيد انا بكح. ثانية واحدة لو سمحت. سرحان أنا عايزك دلوقتي تقول لي بكل صراحة وبكل دقة. اوعى بلا دقة بلا نيلة بقى. ايه عاوز ايه أنت؟ أنت بتستجمع على الأرض ليه؟ أنا بقول له هو أنا بقول أنت بقى أنت بقطف أنت على الأرض. أنت بقى وبهات أصحابك يدفوا هنا على الأرض. سيبه. تعمل إيه أنت في جنينة الحيوانات؟ أنا بروح هناك كتير ساعة البيه. ليه؟ اللي ليه؟ غاوي أنا يا فندم. غاوي الأسود والنمور والتعابين والقرود. لا 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 غاوي أرانب أنا. أرانب؟ أيوه. مين كان هناك النهاردة؟ فين؟ في الجنينة. كان في محمد هنا. مين محمد؟ انا مش عرفني ضروري واحد اسمه محمد كان. انا هعرف كل اللي في الجنينه. انت كنت لوحدك ولا معاك حد؟ كنت لوحدي. تثبت ازاي انك كنت في الجنينه؟ التذكره لسه معايا اهي. وريني التذكره. الحمد لله عليها تاريخ النهارده. تاريخ النهارده؟ ما كانش عليها التاريخ هتلاقي التذكره فين يا ابني بس؟ التاريخ مكتوب تحت حدائق الحيوان بال ايه ده يا ابني؟ ده انا هدور في ده كله. انا هنام شويه كنت دورت بقى عشان انا تعبان. طلع التذكره بسرعه. يلا جوزني وانا اصبر يا تهاني. جوزني ولا يا بنت هجوزك يا بنت. بص ده مش هفتح بقي. ان شاء الله هجوزك. ان شاء الله هجوزك. ربنا يوفقك. ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يحيينا. هجوزك ان شاء الله. ربنا يديكي طول العمر يا رب. يعني خليكي معايا. معاك يا بابا. من غير عصبيه. معاك يا بابا. خليكي معايا دلوقتي. احنا في سنه كام؟ سنة كام؟ ايوه احنا في سنة كام؟ احنا يعني ديسمبر 79. سيبك من الفكة دي، لا ديسمبر ولا غيره. سيبنا من الفكة. قولي 80 80 80 80 80 80 ايوه 90 ايه ده؟ 2000 ايوه 2500. بتعد في ايه؟ بتعد في ايه؟ كلمني يا بنت. هكون درسته كويس. هتقعد تدرسه لسنة 2500 يا دوب كده. حرام عليك حرام عليك. انا بقى هتصرف بمعرفتي يا ناس. انا بقى همشي اشوف هعمل في نفسي عاهه مستديمه. ايه ده؟ هقطع دراعي من اول هنا بقى. شوف من هنا وهمشي في الشارع اشحن. جوازه لله يا ناس. جوازه لله. ايه ده؟ جوازه لله. هلاقي راجل يا ناس. ايه يا بنت بتعملي ايه ده؟ هتجوز. اسمع بقى يا سي بابا، اذا تهاني سمرت انا مش ممكن اصبر ابدا. انا مش عايزه يجي اليوم ابقى زي اختي تهاني كده. حلو قوي ده بقى. انا بقى بينضرب بيا المثل. علنا بقيت عجبة منك لله يا شبرة. اخلاص يا انت الحيط. انا عارفة امي ما كانتش اتجوزت راجل غيرك ليه؟ كان زمان الامور بقت عادي. اخلاص يا انت الحيط. معلش يا بابا الفتحة على روحها. بسمعها بتقول ايه؟ معلش يا بابا على الفتحة بس كده واهدى. اقعد يا بابا اقعد. معلش يا تهاني يا حبيبتي. حقك عليا انا يا حياتي. معلش معلش. الله يرحمك يا ماما. ما لو كانت ماما عايشة ما كانتش سابت اللي يسوى واللي ما يسواش
شبهتني كده. خلاص يا ريت الحياة. عندك حق يا تهاني. انكتب يا حربايه انت. ما انا مكتومه اهو، ده انا حتى اتخنقت من كتر الكتم. لكن معلش، للصبر حدود، مش كده يا تهاني؟ حدوده بس، ده له حدود وسلاح حدود. يا نيانتا يا رض الفرج. عدالك بقى. خلاص يا ريت الحياة. عدالك. فهميني بقى، فهميني بقى. انت عايزه تولعيها يعني؟ عايزه تقليها؟ ما هو يا بابا بس لو تخليني اتجوز هريحك مني خالص. يا بنتي انا ما عنديش بنات صغيرين يتجوزوا قبل الكبار، لازم اختي الكبيره الاول تتجوز وبعدين تتجوزي انت. وافرض بالي في هادي اتجوزت بعد 70 سنه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يا رب يا رب. يبقى هتستنيها 70 سنه كمان؟ عادتنا كده، تقاليدنا كده، سلو بلدنا كده. لكن ده ظلم، حرام عليك يا بابا. ما هو فيش قدامك غير حلين عشان تتجوز، يوم اختك الكبيره الاول تتجوز، وده من رابع المستحيلات. يا اما تتوفى. اتوفى كمان؟ عايزنا اتوفى. خلاص يا تهاني. عارفه ليه يا بابا؟ عشان تورث الفلوس. خلاص يا تهاني. مش هموت عدالة. تعالي هنا. روح فين؟ رايحه اتمشى على الفلاش شويه. يكون اخر يوم في عمرك يوم ما تروح بلاش. ما عنديش بنات يروح بلاش ابدا. تصيف انت ايه بس يا ناس؟ جايين نصيف ما ننزلش البحر ولا تشوفوه بعينيكوا حتى. لا ده مستحيل بقى. دي بقى تعيش هتأثر العمر. ان شاء الله تموتوا حتى. سبع على مستمع. سبع يا بابا. سبع يا بابا. سبع يا بابا. على راحة. الفتحة يا بابا الفتحة. تعالى بس كده يا بابا وخليك حلو وحنين عشان يا اختي. عليك وعلى جمالك يا بابا يا حبيبي. يا سلام عسل يا ناس، عسل اسود ومهبل. كان ولا بد يعني؟ ايوه اهو ممكن تنزلوا نص ساعه بس. يا حبيبي يا بابا انت بقى. الساعه 2 بالليل والراية السودا مرفوع. بدري قوي الساعه 2 دي يا بابا، ما تخليها 5 الصبح اوقع. انت راجل عايز تخلص مننا، والله ما تقولها بصراحه. والله يكون احسن. ليه يا بابا؟ حرام عليك، ده الساعه 2 بالليل ده احنا نموت. يا ريت او على الاقل اموت وانا مش شايل همكم وهم فضايحكم. ما هي كلمة واحدة، مفيش غيرها. مفيش بحر يعني مفيش بحر. مفيش خروج من الأوضة بدون إذني. مفيش دخول الحمام بدون إذني. أيوه. مفيش بص لأي راجل بدون إذن التابي مني. طب وافرض بقى هما بصولنا. يبقى على طول تغطوا وشكم وكلفتوه. يا سلام، نغطي وشنا ونكلفيه. يا حلاوة يا راجل. وعز الشمس. من أعيان صبيحة. يا بنت فيها. يا فتح حاج. ايه؟ ما سمعتش الا عن صبرة بس. خد خد. انت ما جيب سيرتهم ابدا. معلش يا بابا، علشان خاطر المرحومة الفتحة على روحها. على روحها. هو من وشي. هو يا سعادة البيه، انا كنت جاي اقول لحضرتك ان الدور بتاع حضرتك جاهز. تحب سيادتك تشوفه؟ طبعا هشوفه وادرسه كمان. طب اتفضل قدامي يا سعاده البيه. قدامي يا روح امك. حاضر يا سعاده. بيانها. بيانها. اثناء ما انا بشوف الدور واستكشفه كويس. مش عايز اي حركه. مش عايز اي لعب. مش عايز اي نفس. مفهوم؟ مفهوم. انتهى البيان. بيان. قدامي يا روح امك. حاضر يا سعاده. طريقه. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بنجل الفاتحة. خليكا والكرباط.
ليه؟ ما انا مستنيك يا سعاده البيه. اتفضل يا سعاده البيه، اتفضل يا سعاده البيه، اتفضل يا سعاده البيه. اهدى. الاسانسير. يعني ايه؟ يعني الليفت. بتخليه لفت جواه؟ لا يا سعاده البيه، ده عشان يطلعك الدور الرابع. يطلعني ازاي؟ بالكهرباء. بكهرب. لا ما تخافش يا سعاده البيه، ده احنا هنتك على الزر هيطلعك على فوق على طول. هتتك على ايه؟ على الزر. هي فيها زر؟ ايوه. طب زر قدام. زر. زر قدام. يعني اخش؟ ايه زر قدام. اتفضل يا سعاده البيه، اتفضل. زر قدام. هحصلك على السلم. مش عايشه دي يا ناس ابدا يا ساتر. انا ما بقتش قادره استحمل العيشه دي ابدا. وانا ما بقتش قادره استحمل العزوبيه اكتر من كده يا ناس. الراجل جه قدام عينيا وعايز يخطبني، انا عايز افهم انت وابوكي مالك ومالي؟ واقفين حالي ليه يا ناس؟ الله يكون في عونك يا تهاني. لكن لا، احنا قعدنا وسكتنا هم اللي جايبين لنا الكافيه، احنا لازم نتحرك عن ابني. انت رايحه فين؟ رايحه اشوف الراجل المكلبض اللي كان هنا، اشوف خطيبي يا ناس. انت كانكش تهاني. لا ده انا عقلت خلاص يا بلوده. ما يصحش يا تهاني. مش كده يا تهاني؟ تهاني مسكينه تهاني، ضحيه تصرفات بابا الغلط. لا مش مكفي تهاني، قصدي ضيع شباب انا كمان. حبيبي يا شريف، انا عارفه هيزعل قوي دلوقتي لما يعرف اني سافرت من غير ما ياخد عنواني، بس لو اشوفه. اماني. شريف وحشتني يا حبيبي، عرفت عنواني منين؟ ده انا شريف والاجر على الله من البواب. ازاي؟ اديته 5 جنيه معبرنيش. قلت له انت مزرجن ليه؟ ايوه. انا عايز صابون يا بيه. اديته 3 حتت صابون. ايوه. وخدته على طش طش على جنب، وقعدنا انا هو نرغي في الكلام بقى. طبعا هو ينشر في اخباركه وانا اعصر فيه. واسمها منى، قد ايه جميله، قد ايه رقيقه. لو شفتيها هتحبيها يا معرفة، أكيد هي كمان هتحبك، لأنها ما تعرفش تكره حد، بتحب كل الناس مع إن قلبها خسارة، مش زي قلوب الناس. اتولدت بقلب ضعيف، قلب مريض، لا بيشيل لحد أسوأ ولا بيستحمل من حد أسوأ. من يوم ما اتولدت وانا بعمل عشانها المستحيل، ما خلتش دكتور في البلد ما رحتلوش، سفرتها لندن، استحملت بعدي عنها سنين قد سنين عمرها. قد ايه ما عرفها بيبقى الألم صعب صعب، وبنتك بين ايديكي لا قادره تجري ولا قادره تلعب زي بقيه الاطفال. قد ايه تمنيت اشيل قلبي من صدري وازرعه بايدي في صدرها، قد ايه تمنيت يضعف نبض قلبي بس يقوى نبض قلبها. وفي عز الخوف عليها يضحك عليا الموت ويخطف مني امها. الغريب اني وانا في العز الازمة دي، في عز الازمة دي، الدكاترة يقولوا لي بنتك لازم تنزل مصر في اجازة وبعدين ترجع تكمل علاجها. شفت يا معرفة؟ شفت الورطة اللي أنا فيها؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب يا أخويا قدام الدكاترة بتوع بلاد برة عايزينها تنزل، ما تنزلها يا أخويا. طب ولما تسألني عن والدتها أقول لها إيه يا معرفة؟
هي لو نزلت مصر يعني هتقعد كتير؟ اسبوعين. خلاص يا اخوي، لو سألتك على امها وبقولها نزلت السوق تجيب حزمتين كرات وراجع على طول يعني. كلامي اللي بتقوليه ده بس ما اعرف في حد ينزل السوق يقعد اسبوعين؟ لا مش بعيد يا اخويا، ديك النار عمك السبعاوي استأذن من وليه مراته هما في الفرش عشان يقوم يقفل باب الشقة، اديلك 7 سنين مرجعش. احنا مش في السبعاوي دلوقتي. ما انا ما. احنا في بنتي دي لا ترجع، ولما تسألني عن والدتها اقول لها ايه؟ انا يا بيت تحت امرك، بس مانيش عارفة اعمل ايه. هي دي الورطة اللي انا جيلك عشانها معرفة. مانيش فاهمة، فهمني يا بيت. تعالى فهمك، اقعدي. طيب. دلوقتي الحكاية ببساطة، حضرتك هتيجي عندي البيت على انك مراتي، بس في الحقيقة انت مش مراتي. ما فهمتيش؟ انت هتيجي عندي في البيت هتقعد الاسبوعين دول على انك مراتي، بس في الحقيقة بقى انت مش مراتي. برضو ما فهمتيش؟ اصل بقبت سكها وحش في الاخر. حضرتك هتيجي عندي البيت هتقعدي اسبوعين قدام الشغالين وقدام منى بنتي انت مراتي. حلوه، بحب الحته دي. بس بيني وبينك انت مش مراتي. ليه؟ اللي بيني وبينك اهم يا راجل. شفت الحكايه بسيطه ازاي يا معرفه؟ انت هتيجي تقعدي عندي اسبوعين، هتبقي صوره بس قدام بنتي منى عشان تفتكر ان امها موجوده لسه، وانا مش هخليها تقعد معاك كتير، هاخدها من الصبح مش هرجعها لاخر الليل. اعملي معروف يا معرفه، اعملي معروف، طوعيني ونفذي اللي بقولك عليه، وبعد ما يفوتوا الاسبوعين هبقى اقول الخبر لبنتي بالتدريج شويه شويه. انت ام يا معرفه. اه يا اخويا. بنتي عندها القلب، مش هتستحمل صدمه موت امها، وانا مستعد انفذ كل طلباتك. قولي على كل اللي انت عايزاه، مستعد انفذه لك. خد يا معرفه. ما تديهم لي برايز وتريح قلبي. رايح انا للي بتوع دول. قلت ايه يا معرفه؟ موافقه؟ اقدر اقول لا يا سعاده البيت. انا تحت امرك يا اخويا. شكرا قوي، كتر خيرك يا معرفه، كتر خيرك. طب ما تفهمني بس هعمل ايه بعدين؟ لسه في وقت هقول لك تعملي ايه. طب دلوقتي انا هوصل لغايه الحوش اللي جنبكم، اقرا الفاتحه المرحومه وارجع لك على طول تكوني جهزتي. طيب. حاضر يا بيه. يا بيه انا بشوف عيالي خميس وجمعه. بعدين اتفاهم في الحكايه دي. امشي محافظ على جيوبك عشان هنا بيقلبوا يعني في الزباين. ما انت خلاص نفضتيني يا معرف. مع السلامة. مع السلامة يا حلو يا مسبسب يا جميل. ألفين جنيه. طب ما انا كده بقى اشتري المصمت من بابه بقى، واقعد اكل في منبر وبرومو حبال حبال واكل على كيفي. لا لا، انا اشتري شقه وايه، واجيب بقى ام الجيوش اشغلها عندي وازلها واضربها بالقبقاب على عرمه اللي جابوها كل يوم على السطح. والله وكتب لك السعد والهنا يا اضاليا، كتب لك السعد والهنا يا اختي. كتب لك اجتك نصيبه، ده انت كتب لك النيله المنيله بنين. هما دول يجيبوا عيش حافيه يا هبله يا حماره؟ ايه ده، الراجل ده سكني وضحك عليا ولا ايه؟ لا لا، انا ما ينضحكش عليا بقى. انا اول ما يجي سعاده البيه الكبير ده انا هقصه في باكوهين كمان. باكوهين وباكوهين، يبقى معايا 150 جنيه. ايه؟ لا لا لا، انا هقصه في 10 بواكي. يعني هو هيستخسر في بنته؟ قال على راي المثل يا روح ما بعدك روح. استوني يا دكتور. جاتك نصيبه يا كرشه. ايه يا راجل؟ مسكون يا ابو عرفه. ايه اللي جابه المنيل ده؟ هنشوف الفلوس ينقرها يا دي النصيبه. اهلا يا عرفه. اهلا يا كرشه. اهلا. ثانيه واحده يا كرشه. يا ابو عرفه. يا راجل ثانيه واحده، حاسه روحي كنت مولعه الباجور. يا فندم. طيب يا اخويا.
ابويا ثانيه واحده. الهي يهدك، هد قوي من القاهره الملاوي بحق ده النبي يا رب. عرفه خش يا كرشه دستور اهل الدار. حصان انصنتوا هصان ونهنتوا هان، وانا صاين وبصبح بالورد والياسمين على الست الحلوين. يا سيد صباحك يا سيد المعلمين. الله خبر يا جميل، يعني ما عدتش تسال ولا تسال علينا يعني؟ الله، هم الاغراب بيناسوا الاصحاب ولا ايه؟ اغراب مين يا كرش؟ الله اللي بيسالوا بيستقصوا. قصدك البيه الكبير اللي كان هنا من شويه؟ البيه الكبير، قصدي البيه الكبير اللي كان هنا من شويه. هو كان عايزك ليه؟ اتكل يا اخويا، لسه ماشي دلوقتي، يا ريتك لحقته. ما انا لحقته وهو جاي. ما هو قال لي انك شقطته ودلته على المطره. هو كان عايزك ليه؟ انت مالك يا كرشه؟ جوزي ولا جوزي؟ لا طب ما انا حاب. الله لا يا اخويا، خلاص سكنا وجبرنا يا حبيبي، بقالك 5 سنين بتطلب وانا بقالي 5 سنين زيهم بقول لك ماليش نفس. اسمع ما اقول لك بقى، انا عاجنك وخبزك وفاهمك كويس قوي. هو اسأله وعايزك تجاوبيني عليه بمنتهى الصراحة. ايه حكاية الصورة اللي مع البيه الواد الافندي ده؟ صورة ايه ما كرش؟ صورة ايه؟ الصورة اللي متزوقة فيها ولابسة شفتيشي وعاملة عملهم على الاخر. لا دي يا اخويا صورة. اقطع دراعي من هنا وادفنها بدراعي التانية دي. اما كانت الصورة دي طالعة من شارع الهرم. كرشة! ايه؟ جرايه كرشة! ايه؟ ايه كرشة المفروض ايه كرشة؟ لا ده انا ست محترمة قوي، ما تقاليش الكلام ده يا كرشة. صورتك ولا مش صورتك؟ وانا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. طب هقول لك. قولي. دي صورة امي. نعم صورة امي. امي؟ امك. امك؟ امي. امك. اخر كلام؟ امنا كلنا. ام مين؟ امنا كلنا ازاي؟ ده يبقى نفق الهرم. امنا كلنا. اختي. اختك؟ اختي. اختك؟ وانا ما قلتلكش. لا ما قلتليش. طب اقول لك. قولي. اصل انا يا اخويا يا سكرشه زمان لما حبيت المرحوم جوزي ام اهل الهاي يعني اللي هم الارستقراطيز. ايه؟ الارستقراطيز. يعني ايه؟ يعني اللي هم الارستقرا، اللي هم الحلوين الكويسين. الارستقراطيز. افهم تقولي كده. الله عليك. زعلوا مني بقى كمان، انا كان جوزي يعني نص نص يعني نص لب. فزعلوا مني وقطعوني يا اخويا، وخدت جوزي ومشيت بره البيت بقى وقطعوني من ساعتها. بس يلا خد بقى الحكايه هيك هي كلها. يدو ايه سايدو اي ضز يا مامي. ايوه بس مشكله، روح الوليه دي اصلها عايزه تتجوزني مصرة و... ده حلم بتحلم بيه كل واحدة انها تتجوزك، بس لازم اخلاقها تكون رياضية وتعرف ان قلبك اختارني انا، وعشان كده ايدو تاني. تاني ايدو. يدو يس ايدو. الحمد لله. ايه بس اصلها لو عرفت هنروح في داهية. ليه؟ اصل احنا ماضيين لها كمبيالات وشيكات بألفين جنيه. استلفتهم منها؟ ابدا. استلفنا ايه؟ ده خلو رجل للمخبأ اللي ساكنين فيه انا وحنفي. ياي تعرفوا نستاهل اكتر. ما نقول ست جمالات معجبه بس مسعود كانت طلبت فيه اكتر، وعشان كده بقى اي بيكوز. لا 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 خلاص خلاص. متشكرين. معلش متشكرين قوي، مهمتك انتهت يا ابو حنفي. بس انا عايز اصرحك بحاجه، روح ان الوليه دي لو عرفت ان انا اتجوزتك ممكن توديني السجن. ما هي لازم هتعرف وتوديك السجن. لازم سجن؟ ياي ده حاجه اوريجينال خالص. اي لايك. هي ما احنا بنحاول ناجل في لازم دي لحد ما الامور تتصلح، وهتتصلح على ايديك ان شاء الله، والبركه في الاستاذ حنفي لان قدامها هيبقى هو العريس. يا مدام هي موجوده هتبقى انت مرات الولي عليك كل حقوقك، وعشان كده اي بيكوز. انت جربت دي على الدماغ يا حنفي؟ صح. حلو قوي يا جدع. ايوه بس ما تسوقش فيها قوي كده. الظاهر ان حنفي بيحبك قوي. حنفي ده عشرة عمر. انا اعرف حنفي ده من ايام الفراعنه تقريبا. والده ووالدي كانوا بيشتغلوا سوا. كانوا بيشتغلوا ايه؟ كمسريه. كمسريه يعني بهبهاتكم بتوع وقف المحطه الجايه يا استاذ. بهبهاتنا؟ اه اسمهم بهبهاتنا. شفتي دي؟ انا
يعني انت ابوك اسمه بهبهوك. بهبهو ابويا. باباتنا. الام يا روحي انا بهبهويا انا غير بهبهو هو. انا بهبهويا كان كمساري، بهبهوه كان اتوبيس. لكن قدروا ربنا لغايه ما دخلنا الجامعه، واحنا ربنا نفسنا لغايه ما تخرجنا. يمكن كان الوقت سريع ما لحقتيش تعرفي. انا خريج كليه الاداب قسم اجتماع، حنفي خريج كليه العلوم قسم ذره. مش معقول حنفي خريج كليه العلوم قسم ذره؟ ايوه يعني عالم ذرات. فعلا حنفي عالم ذرات فظيع حقيقي، يعني من الشباب اللي درسوا الذره بمزاج مش اي كلام، طول حياته يغوى الذره، فظيع في الذره فظيع، بس ما عندوش حظ لانه غلبان وفقير، انما في الذره ما عندوش يام مرحميني. فاكر انا الله الكليه كان مشيبنا، يدخل المعمل محدش يدخل معاه ابدا. حنفي في المعمل، حنفي في المعمل، بيعمل ايه؟ بيحضر زر. يا سلام، ايام كليه تقفل 3 ايام طوارئ. فظيع، مش سهل يعني، شفاه كده سهل انما هو يوم ما اتخرج فاكر قلب الدنيا، الله قفل 3 شوارع لوحده لوحده، وبقى ماسك الشهادة ويغني رقصني يا جدع على ذرة ونص. فظيع، مش سهل يعني. حنفي الوحيد اللي أثبت إن الذرة لها صوت هو عنا. صوري ده الأول على دفعته ومفيش غيره، كله طفش جري. وإيه اللي شغله في المجاري؟ نعم؟ إيه اللي شغلك في المجاري؟ ما هو كله ذرات. لا والله اللي شغلني في المجاري دي حكايه تانية، اصلهم رشحوني البعثه، اكل واحد مني طلع الاول بس من الناحيه التانية، بس ابوه مسؤول بقى. ها قصدي اقول لك ان ابوه ما حدش يقدر يساله انت بتعمل ايه. كوسه كوسه بيخرخموها من النص. مين ياخدي ايه اللي بيخرخروها؟ ها قصدي سيادتك اللي بيخرموها من النص. لا والله هم الايام دي بيزرعوها مخرومه جاهزه. كتبت شكوى المسؤولين وقلت لها كوسه بعد اليوم. ما لو كان متلقى في الشكوى بعتوه المجاري. صرخت وقلت يا عالم هو انا خريج علوم قسم ذره، المفروض ابقى عالم ذرات، تشغلوني في المجاري؟ قالوا ما تفرقش، ما هو كله ذرات. قعد يعيط بقى ويتنرفز قوي ويكتم في روحه ويقول لا ذراتها بعد اليوم. هم لقوا كلمه لا في الشكوى عينوني غطاس فني في المجاري، ما فيش ماسوره على مقاس ستان. يا سلام، لدرجه دي اي واحد يكتب شكوى يقول فيها لا يبهدلوه بالشكل ده؟ حبيبتي ممكن تشتكي زي ما انت عايزه، بس ما تقوليش لا في الشكوى. لكن هفضل اقول لا. كويس، ولازم كلنا نقول لا. كويس. لا للظلم، لا لاستغلال النفوذ، لا للمحسوبيه، لا للبيروقراطيه، لا للكوسه، لا او لا او الف لا. حنفي يا حبيبتي، لا لا يا سيدي لا. مسكين يا روحي، بقت عنده عقده اسمها لا. تخيلي اي واحد يقول له حاجه يقول لا. على كده حبيبي انت كمان كتبت شكوى وقلت فيها لا، عشان كده ودوك المجاري. انا حكايه اقولها لك بعدين، مجاري حبنا يا جميل. استخبي استخبي. قول له ولما نشوفه قول له يا اختي اسمالله. يا اختي اسمالتي اسمالتي يا اختي يا اختي. ده حد في الدنيا كان يصدق يا سما سعود ان حنفي ده هيتجوز؟ اديني جوزت يا ست جمالات. يا سلام يا سما سعود، خلاص عودتنا اتحلت، يلا بينا على المأذون. مأذون ايه؟ مش نقعد مع العريس نفرك له؟ انت اتجننت يالا؟ ما تقوم كده يا عريس كده، روق كده، وانت يا عروس اقعدي هنا كده. وانت يا اخويا اقعد على هنا، مالكش دعوه بيه. ست جمالك مش صاحبي وبيتجوز، مش اقعد معاه. صاحبك مين يا ولد؟ انا لا صاحبك ولا عايز اعرفك. هي الولية دي كل ما اشوف وشه اتقول انا عايز افهم. قصدك يا صحارفي ما انتش عارف ايه اللي هيجرى لك من تحت راس الجواز. هيجرى لي ايه؟ يا انا اللي بلعب انت. يا لهوي، ده انا اللي هيجرى لي باين عليا. برايك يا مسعود؟ ايه يا ست جمالات؟ ايه يا اخويا روق يا ستي. صاحبي بيتجوز، بقعد معاه اقول له كلمتين حلوين اسايسه. الله، مش الليله بتاعته النهارده؟ طب يا ولد اخرج من بيتي يا ولد، احرمك من ميراث واضربك بالرصاص. ميراث؟ عليك اللحمه. يا سلام، ده انت صعبان عليا قوي يا سحاب. لا ما تخافيش عليا، ده انا متين قوي. طب قوم يا متين، لان ليلتك مطينه بطين. انت مزق. تعالي عليك يا سلام. يا حبيبتي يا اخويا مش كده بالراحه.
ايه رايك في العروسه است جمالات؟ قمر 14 يا سحانك. نال اتنين عصافير بنتي يا وحنا. اتنين عصافير بنتي. ايه يا سمسور فين؟ بتعمل ايه بالظبط؟ مش عارف ايه اللي جاب الكرسي فوق. بقول ايه يا ست جمالات؟ نعم يا سمسعود. العريس والعروسه بقى عايزين نحييهم كده، اعملي لهم لقمه ياكلوها حلوه كده. من عينيا الاثنين بس. كده شويه برنجان على براهرس كده. من عينيا الاثنين يا سمسعود. متشكرين. مع السلامه. الله يسلمك. انا بعمل كده عشان صدق انا مراتك، صدقني انا بعمل كده. بس بقول له طعم عشان صدق انا مراتي. تخش فيها قوي كده. ايه عروسه بقى مش تخش كده تريحي جوه كده وتغيري هدومك كده وتقعدي؟ ما انت عارف اني سبت كل هدومي عند بابا. معلش عودي البسي اي حاجه تعجبك من جوه. في حاجات جوه؟ اوه اوكي يا مسعود. عريسك خد البربطوز بتاعك. بالريحه نفيه خراب يا جدع. شايف يالا بتقول ايه؟ اللي بتتكلم عامله الفراوله كده والله. اللي اكلت الفراوله اللي بيقولوا عليها دي ايه؟ في بتاع نبات اسمه فراوله اكلته؟ مش بتاع الحمله الصغيره دي؟ اه يا راجل بلا فراوله ده مقلب. مقلب؟ مقلب وانا بقولها لك اهو. ليه؟ كلها نوى. نوى؟ ايه يا مسعود ايه؟ حياتي عندك تغسل دي الاحسن وسخه خالص. انا اسف يا روح، اصل كل حاجه جت بسرعه وما لحقناش نوضب حاجه و... ان شاء الله كل حاجه هتتوضب، انا اسف. ميرسي. سوري. باي حنفي. باي باي. بتقول لك خد اغسل دي نقت انضف حاجه جوه. ده في بلاوي جوه. انا عندي بلطو بقاله 7 سنين مرمي جوه. تاخد تغسل دي يا عنبي؟ لا من عينيا بدل ما انا قاعد هنا. معلش بنتعبك معانا يا ابو الاحناف. نخدمك برضه في ليله فرحك. مش دي اللي كان لونها بيج يالا؟ وحياتي عندك كنت خيط المرتبه دي. هننام عليها ازاي؟ دي مرتبة؟ ده البيجامة يا بابا بس. العفش باظ عندي جوه قوي. انت عندك عفش؟ عندي. انت ما عندكش حاجة نلفق البتاعة دي حنفي؟ لا. ما انا اغسل يلفق. هلفقها انا. حلوة مراتك يا مسعود. ظريفة. صدقني من حلاوتها اندمجت ثلاث في الدور وتهيألي ان مراتي بحقه حقيقي. طب اذا كانت نفسك اتفتحت للجواز ما تتجوز. انا اتجوز اعوذ بالله يا ساتر يا رب. ليه؟ اتجوز من ايه؟ ما انت عارف البير وغطاء. ده المرتب بيخلص يوم 3 في الشهر. اتجوز يوم 2؟ هي شغلانه. ثم نص متعقد من الجواز يعني. ليه؟ عيلتي كلها.